طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا دلوقتي على أذان الفجر ومخلصين الجراحة اللي مدتها دايما 5 ساعات أو 5 ساعات ونص، والله المستعان الحمد لله. يعني ربنا كرمنا، دي مريضة سن فوق 55 سنة والوزن 160 كيلو، عندها ضغط، عندها سكر. اللي احنا عاوزين نقوله من الفيديو دوت او من الارهاق الشديد دوت، ان شيء زي ده او حاجه زي كده وزنا انا تقريبا مش قادر اشيلها. ده هنا وزنا على الميزان عامل حوالي 18 كيلو رايح ناحيه 20 كيلو. اوكي. لما انا يعني اسيب حاجه زي كده في بطني، او ان احنا ننسى وقت طويل ان حاجه زي كده ممكن تتساب في البطن، يعني الحمد لله بتبقى حاجات الى حد كبير جدا حميده. الجراحات دي بتبقى مشكلتها ان البطن كلها بتبقى مليانه بالكتله اللي حضراتكم شايفينها دي كلها، وبيبقى عشان ان انت تسلك منها الامعاء او تسلك منها الرحم او تسلك منها الشرايين الكبرى، بتبقى امر يعني كبير او امر مضني. العيان كل ما بيسيب نفسه ان وزنه يكبر او وزنه يتقل بيخش في مضاعفات كبيره جدا في حياته. مش مفروض نشوف المناظر دي في حياتنا في مصر، لان المفروض يكون عندنا كتير من الاطباء، ومفروض يكون عندنا كتير من الناس اللي هي بتهتم ان في الاول، اول ما يبدا يطلع لي حاجه انها افحص بسرعه. لكن يمكن الوزن الكبير الناس بتفتكر احيانا، في بنات كتير صغيره بشوفهم تيجي تبقى فاكره نفسها تقول انا بطني بس منفوخه، فاكره نفسها انها تخنت، او فاكره نفسها ان عندها شويه قولون او حاجه. ابدا ابدا، ما ينفعش ان احنا في الوطن العربي بعد كل التكنولوجيز والتقنيات والحاجات اللي موجوده ان الكميات دي او الحاجات دي انها ممكن تطلع في حياتنا، يعني او انها توصل للحد ده اللي هو ممكن يرهقنا الارهاق شديد ويرهق المرضى بهذا المنظر. نصيحة، واحنا داخلين على عيد أم، كل واحد عنده أم بالدنيا يحاول إن هو حاجات بسيطة جدا يعملها ليها. سونار بطن وحوض في أي مكان في الدنيا هيكون كافي قوي إن هو يطمن بيه على أمه. سونار للثدي للأمهات أحسن من الماموجرافي في بعض الإيج جروبس أو في بعض السن، أو البنات الصغيرين أو الستات الكبار. برضو السونار المبدئي، سونار ده مفيد قوي انه يعرفنا اي مشاكل عند امهاتنا. اما اعرف ان امي مريضه ضغط وسكر، يعني انا اعرف ان امي ممكن تكون داخله على جلطات، يبقى لازم اهتم ان امي تاخد نص قرص اسبرينا يوميا. نص قرص اسبرينا يوميا للناس كلها بعد سن ال 40 سنه دي حاجه ربنا ان شاء الله يكرمنا بيها ويخليها دايما تخلي لقوا في الناس كلها معدل الوفيات اللي اتفحصوا بعد الوفاه، ان الناس اللي بتاخد نص قرص اسبرين يوميا بعد سن 40 سنه بتعيش احسن عن طريق يعني ما بقاش تجيلها جلطات اكتر، او ما بتموتش بسبب الجلطات. اما انا اكون ست بنزف وانا انقطعت دوره وبنزف خالص بعد لما انا انقطعت عندي الدوره مثلا سنه كامله، لا دي علامه خطره قوي، ولازم اهتم بوالدتي في موضوع زي دوت. الحاله النفسيه للام، الحاله النفسيه للام مهمه. ما ننسبش الامهات، احنا كلنا لو فضلنا عاملين نتوحد، كل واحد بيبقى لوحده، عاملين كل واحد لوحده لوحده، محدش فينا بيكلم حد ولا حد فينا عايز يكلم حد، فكل واحد لوحده. الستات لما بتكبر كل واحد يبقى لوحده. نصيحه، بتبقى في مشاكل نفسيه واسريه كبيره جدا عند البشر. نحاول نضم بعض شويه، نحاول ان احنا نتكلم مع بعض اكتر، نحاول ان احنا نقرب من بعض اكتر، لان الصحه بدن ونفس. ويعني أشوفكم على خير إن شاء الله.